إيران بسوريا أكيد، والأمور مختلفة منذ 7 سنوات تماما. نعم، لذلك نريد يعني إسرائيل تريد أن يكون الوضع إلى ما قبل الثورة، ومن أكتوبر جبهة الجولان جبهة هادئة، هذا مطلب يعني إسرائيلي. أيضا الأسلحة الجديدة، الأسلحة الدقيقة، هناك مخاوف في إسرائيل أن تصل هذه الأسلحة إلى الميليشيات حزب الله الإيرانية عبر سوريا، وهذا خط أحمر إسرائيلي. لقد قال وزير الدفاع ولقد قال رئيس الحكومة لا لأسلحة دقيقة إلى حزب الله عبر لبنان. هناك يعني مخاوف من وجود إيراني أيضا، ولقد كشف لي منذ بضعة ساعات مصدر إسرائيلي هناك ميليشيات إيرانية، هناك إيرانيين في زي من الجيش السوري في الجولان، يعني وهذا يعني يقلق إسرائيل. وهناك مطالب من الروس، هناك مطالب طلب للروس أن يفحص هذه القضية، هناك ميليشيات إيرانية وجيش إيراني من هذه النقطة، هل هذه النقطة يعني يلبسون ملابس النظام، هل هذه النقطة هي التي واحدة من النقاط الأساسية التي حملها نتنياهو إلى بوتين، وهل نجح؟ يعني في بعض المصادر تقول بأن اللقاء لم يتكلل بالنجاح. يعني هذا اللقاء الثامن سيدتي العزيزة منذ 2017، واليوم هذا اللقاء السابع أو الثامن، وكل لقاء هو ناجح. إسرائيل وسوريا هم حلفاء، والآن يعني يعملان سويا إلى إرجاع الوضع لما قبل الثورة السورية، هدوء من الجولان وخروج الميليشيات الشيعية والإيرانية. نحن نريد الهدوء الذي أدعمنا إياه حافظ الأسد وبشار الأسد منذ 73 لحتى الآن. سيد، أولا بس اسمح لي ملاحظة سريعة شوي يعني ثقيلة على قلبي، أنه إسرائيلي يقول لي سيدتي العزيزة، ولو كان للإحترام أفهم ذلك، بس ثقيلة شوي أن يكون عزيزة على الإسرائيليين. سيد سيدروف، فيما يتعلق بهذا اللقاء، فيما يتعلق بمسألة